وحي رسولك أوسان كذا قنن أوليبا أوبو جاي كقصلي بوداد كدبسان ينو يدعو إنه ربي يسبره حتى يضحك الله إلى إله مركز وكره على النقض منه من الرجل نكاس إلى إله وكره على النقض هروان نص مرني نسقة ضحك إله نكو أوليبا بمعنى الرضا وإحنا ووي في شرح صحيح مسلم إمام نويس ذا كفسر شرح صحيح مسلم أولها ياها دوا بريقانية وداد أشعري أوي مركا حديثك بقالان لا إياه فيرس بأوه الرئي وداديز بقى في وام امتحان هذه اللي قبر بقانو اللي روى جهمي جهمي ويضحك إلهي أي مركا سيدا كفسر هذه اللي قبر قرامه ما ديقا مركا كقادان إنا إنت إلغين هذا مسكين ميان كقادان إنا أقونت هذا إنت إلا أكتاب فضحك ابن مسعود عبد الله بن قصلي أبو عبد الرحمن فقيه الصحابة فقال ألا تسألوني مما أضحك تابعين ما ويديسان وحن قصلي تابعين بافردية أنس بافردية أنس وصحابة حديثك قال وارتا وإنك صمر عبيدة ابن عمرو السلماني وكقات وإنك صمر صحابة يتابعين بوالله فردية ما ويديسان بروح عن قصة لهاي فقالوا وحيد هو يا وارنت أي ومن كعب سنين الله جيا باي مما تضحك محاط قصة الشيء عبد الله يو قال هكذا ضحك رسول الله سيدنا أن قص ليبه ونبي أم صودي عليه الصلاة والسلام فقالوا صحابة وحيدة هذه مما تضحك يا رسول الله رسولك لهم حذق قصة شيء إلى قاضها قص ليه قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين نبي حلو حان قص لي قصلك إله سبحانه وتعالى أضونك أو قص لي مركو يجري اللهم يوكا تميز الله رب العالمين مركض إليه هاي الدنيا يلا من الله بكت مكبوف لي نكا يقتوك هي بريا هي جيد إلا هرصده الله يوكا تميز إله باكو قص لي سبحانه وتعالى رسولكنا وحقوق قص موافقة لرب العالمين صحابي وحقوق قص لي موافقة لرسول رب العالمين وما يشعر رجل راز مازري حديثك لما أقول كروله نو أقولها إياها دوا بريقانية ولا دشعري أوي مركا حديثك بقالان لا إياه فيرس بأوه الرئي ولا ديز بقى في وام امتحان هدي الحديث كان أول شو رضاء قع أول شو بنحر كيسة رمية جزالة اللفظ المعنى الرفيع في الحديث رمى رمية صورة النبي بحي عليه الصلاة والسلام إله إن حريص تيسة قبني مديسة دلقات كيسة إيه الرسول كو إسكود يينو وافقه ربه وحرم برمية وحرم برمية عليه الصلاة والسلام مركه وحوي وحي رسولك أوسن كذا قنن أوليبا أوبو جاي كقص ليبا ولاد كل بسنة ينوي سو مشكلة ما بدع أنت يريك هو جيسته بدول بأبتر بيليين أبتر كأنه حاجة قال دينه صحابي يا رسولك وقالها صحابي يا الرسول يا أرض الله دي وحي لو أنا أكسنا باكلف والحمان سؤال فما وعذرك أقول يا بالعلي رهيو بن آدم قد أبها وحي لو أنا أكسنا أنا أفكشك تم أودي والدك الله نحرسته من بركة لكن وضيه ستوس أمور ركت أبها أيه يدا أو جاي ودوري جيسن محي لي أبال بك وليهن وأصل كادي أضف فرع باته أبه هنا يمرك الرسول قيان له حق بدن رسولك وحي لو أنا أكسر أي أوب بقي أمضنا قتل ما بيبا أضو مركز ولاد بدعاتها أي يا حمان كلهم نقول كل فول حمان ترعي يا كاكعي لما قادن كري وإلا إذا هذا وحان قص لها يا من ضحك رب العالمين هالي أها شو إلهي كره للنقضي هي أضنك وكره للنقضي ما هالي شبه كيري هدرها لمحمد نبي قص لها يا هدرها لأشتها فلدعي او الهي سبحانه وتعالى اسمي بالنبي غنا كديانيا صحابي غنا كديانيا رلو مر وصهر مريبه ان نار لقبت بالي بار الله ان جن لقين هي الله اراده الانعام والاحسان لفتك دو ما ما حد كعر رئيسي ضحكوا حتى واسفوا يا مخلوقاتكم تغير حدوث باكو جرى حتى رضاها دوني سا حدوث تغير كجرى لانه هو وحله كسو كرده سبحانه وتعالى هران موسن دونين هدو دون إذن إرادة أنتم حيتاي وحادثة وحنك عريسي إلهي محل أمه الله للحوادث هران موسن دونين بعد دقاغنا ربي حود دون إنو أدون كرها النقضو إن عاميو وإن حريستو وإن أكسيو محلة تميد تغير حدوث بايمت محلة عريس إلهي سبحانه وتعالى وحادثة وحادثة شاكتات سفادة كو أوشت كو ليحيسي التحديث كان لفتر كيسا خطر كو أمال بكال مكال فيريو لأنه هو تغير على مذهبك ما كان ليك هران هو حنجرين بقى لكو يمثوما أدونك ساعة لكو هران لك ما هنا واسك سومر على رأيك سومر هاي إنه نار يجد ثراد مرو مرك لك قاري ميشي أنه أن الله إلهي وأقص لي صبره نواقص لموافقة لرب العالمين سحابي نواقص لي أضم حليلها وحل قاسة إلهي وحود دوني وكره النقضة أما إحسان أصنا إيه هران وحسن دوني برب هذا دوني سومها إذن هو تغير وحدوث سادة الرازي هو قرام وحيري إلهي وأن له مذهب كان أنه وأن وضع النبي تغيركم
هي قيام الحوادث بالله رب العالمين ومذهب جميع الطوائف من أهل القبلة بور أشعري سكوريرين بور كاغر كتاب كيسا الأربعين في أصول الدين نفس الشيء وروح أنا سيد أمان نصوص أن راعنا بور أمان دي مانكي الأوريجر المعتزلي جميلة ووركو دور لنا أنه وحول بأن ديننا لكن تغيري هذا هو رئيس أنه يحلول نيوم والبوايا مذهب لازم له واللازم إياه إذا لفت كذا حدوث وحوادث مركة وحاس لغمر رفاضه تشبيهها كإمارية محمد وذات كحول هذا ظاهر كمرة تشبيهها كإمارية تشبيهه من نوى مذموم من نوى واجب لإيمانك إن مخلوقاتك إيا ألا وحون إسك شبهان معنى قوت واللازم نينك ديننا وقالوا بيا أذيك محمد يانيك حسانا واجر لنا واجر هذا مشابهة كجرت كفر مقام سما وجود رب العالمين إلهي مي أحد موجودة أظن محاط مشابهة كجرت هذا واد قالوا ذي إلهي علم بوليه أظن علم بالله هاي هاي مشابهة كجرت أي صفة والباء هذان معنى قوت مشترك أو سنجرين صفاتك الرب جاي يحكمت الله شيء جاي يدين كم مين نفهمين لكن صفة والباء عند أهل العلم إسكب دا عقائدين توحيديين أولى بعربية كل صفة وبحسب موصوفها صفة والباء بحسب الموصوف قوغا سنكي سادي سنكا سنكا دي قوغا مسكو سنبا قوغا سنكي سا حقيت كتب دعان كاسن هذا صامري دعان تادي دعان كابيها قاد يقول قولها يام اسكو مدبا شيء والبس في فدي سأسجى أوعن نطاي كباب طاي قصر كصوبنا عليه الصلاة والسلام هي كإلهي هكذا هي معنى جود قصرة لكن مد والبحور إنما أحد كلي مد قصر كصوبنا وأكد وين هاي مد كرب العالمين خصائصه هي أحكام في سبأ لكن معنى جود وحي وداجان المعنى اللغوي واللي جو فهم كرس فضل أي حق شيء أنا كفهم كرب إلهي أنكم سو قصر ريا قرآنكم بركم إلى الرحمة على عيش استوى معنى جود بأنه كفهمينا أو أن صفة لك قرنين هذيك كلاه وحق إيمانيسة إلهي وحنا وراه الله شيئا لقرنين معانيه يسي أن بيان أهين أن حريص أهين أن هدية هنون أهين مركة هذا مشابهة ترى هذا تحقيق بالغوليد مشابهة جدا المشابهة بين الخالق والمخلوق ولازمة لكل أحد يقول لا إله إلا الله محاد مركة يسوى كرنسي إلهي أركتبه لي بصر أن بصر بالله إن راهو إنها ورقسين يقولي بك الحكور أكتوه إلهي سبحانه وتعالى ما دام غيبنا كان بقيه هاي رسول رب العالمين أنتم نوسة تبيه يعني مرينا وحنا آمنينا إن صفات إلهي كود وانت هاي مدى مخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصغينا إثبات بلا إثبات بلا تمثيل إيوه وحنا كعرينا تنزيه من الله منا بلا تعطيل تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل إلا القرآن كإسرائيل ليس كمثله شيء وتنزيه وهو سميع البصير وإثبات إلهي سمع بالله سوغي وبصر بالله سوغي اسمك السميع هاي بصير بالله سوغي صفة السمع والبصر بالله سوغي حقنا محل سويري ليس كمثله شيء مرك خصائصته وهو خضوع عيسى أحد والبقي موصوف كخضوع عيسى إذن الصفة هو تابع تابعة للموصوف الصفات هو فرع الذات إلهي سبحانه وتعالى ذاته يكيفيه سلم يقانه شارع أنتم نوشي أنه قاب صنعنا لكن ما كانت تجريعيوته وحنقول لنا هذا التجريعي ذا لفتر هذا كوجرته محين كبت بأن صوبانها وطبت إنه مرة عن مرة ورك ليس كتوتية صوبانها ورك إنه مرة يطبت إنه قاذبا إنه قفلا وحنا نرد مركب وأور أن أنفع عين شارع عضنا كعيارية نصوص طمعانه ذا الدلية وحاد كل ذلك قاتان نيوم والبوصفة ما كلا شاكت دان قاذا هرام بمشبه أها هرام بسوق قالوا بي الله صعب إذن سيوسو قالوا بي وحيوسو قالوا مركو روح كدير قلبك سكوين إلهي أنك سيد شبهة عذر كاسر صوت قالي لكن إنك فيو سفو البسيطة كو قاضان ونبات قضاء تعظيم بقى وكردي إيه الله تعيل بقى وكردي إيمان بقى وكردي لكن مثل الحكومة مشغولية عذر كينو سكفو ذي وبوحا وعيدا صمالي إيه عذر فيق باك عمها وعيدي تريشة عذر بحث معي هاي على البحر فيق باك عيسى مركو روح كب حي تشبيه هي بختي باكب حي حديثك اركو مركو كب بدا شفت طلق عيسى مركو وش اسك الى ليا تشبيه وصورتي مش وصورتي تجسيم الله مركو رو صوريستي بني ادم كدغي مخلوقات كو سو دويي مركو اسكو ديا مركو انو كلا فغيو والله انك كلا فغيو رب بو حي عذرك مركو اسك الى ليا اكو افو بلا اله سبحانه وتعالى سبحان قادر خلقي سمش بو في الخصائص
أما معاني الجود إن كفهم النصوص تو ولا بد من تقريرها هذيك لما عطل الباب نقول وحي جهمي كل عيوي أول إله سبحانه وتعالى وح ما قاعد يحسب من قصور ما يمحي العوري هكذا عايز كذا الله يسه تشبيه كذا الله إلهي هو موجود ده بالي ما يحوري إلهي موجود ده ما معدومنا ما جهمي يقول كيس هذا إلهي هو موجود ده وحوش بهاي بري موجودات كله هذا هو إلهي معدوم ده أنا وحوش بهاي بري معدومات كله وحن له مركل لا ولا لا ولا ليس بموجود ولا بمعدوم وعقيدة جهم هل كذا كله تين أشعر أصاك في عن لأنه ور معقول لين أسأل تنزيه إلهي أن نزه الجهم من صفوان وإن كان من أكثر خلق الله أسأل أبو الحسن أشعر عيدك كذا كفي عن سيد كفي عن يا الذي لا شيء يجيبه كذا علة مضطردة ما هي هيد علة التنزيه إن الله أنكس اللي قف فيه من كقف عن جهم صفوان يجرى هذا ترى إلهي معدوم إلهي من تشرو عفوا إلهي مجر الله بورن كربو وشان الله مده كرو إلهي مجر الله مده كرو سوس مع أنقن أشبهين وحياة بها أنشرين وشان الله مده كرو سوا ذيك ملحق وسم كوشبهين إذا هو إمام المنزهين ما يهم سماه أوش أبر قال عيارته اللي قد يدين إلهي عيارته الدين إلهي اللي قد يدين أما هالقول بيرو حرت جهم صفوان أنت ورد حسين لك وايد ضر طريقة الصحابة يا أصحاب الحديث إيوه جهم نصوح وحود حيا وورير ورير وهي طيب أي بالي فريدة بدل ما يكون وريرها صحابة ما تتبص عطية صح يتابعين تي وكيع مجرح بحديث وحوري في الصفات مركز سامد بعطان قاضي جهم يا مركز ولا حديث تو حنو ورجري تابعين تي وحنو ورجري سفيان الثوري عن شيخه عن التابعين عن أصحاب رسول الله كل ونا ويسلم الجرين وأنا كم مرقام الجرين سيد الله الله حمصنا وميس حمصنا جرين بيعقوب سكر لا يدافقوا وحي الدين وهذا أنا الدين يا مرك الدين تبقى كتورة وعصب تورة وما هي إنه تينا محمد معنا قفلا تي صحابة وهذا أنا والتبليغة أيام مساعدك يستغني مرك هذا أضيف أن تعليق وحي واحد يلسا دين العصبة وضع قرن ما إن نجد دواء لين عبد القرح الأوريجر وصاحبين بنتو يستغني الدين تعطيه العصبين هذا ما يسباير به مرك هذا القوة هلاي أضيف وحي هذا القروة حلو دين تعطيه العصبين إنه عايز النيو أهين مدين عوف من طاعه مركا وعوي باشا رزق الى ليا وحي المسلمين الدين وهب الدين اذا عذر كان اذا في عماي اتستهزئ مني وانت رب العالمين فيقول له عري اني لا استهزئ منك انا كوتش سيسي ما ابوك ولكني كفر سوميشن على ما اشاء قادر هسا يا شيخ وحي ان دون ان وان اوده سونار كما بدبادنين وجيتو كما كينين جننا كما جلين ليا جننا الدنيا وحو دغما يلا ما لا بغينا كسي وا اوداو ما ود ربي قال واحد ينسى اسك الى ولكني على ما اشاء قادر اشعر ما حد اله مقص الكرتيت حديثك انت دبوي بيننا يا الى رسول محوري والى كسو تبيي انه ربي يجي ولكني على ما اشاء قادر وحان دون وا اودا اشعر واحد ما هي الله مقص الكرتيت وحا كلو كدر وحا سو مرتين دودا دهر دبرت الى ادونكي سنه وفالس عند الاشعر بينوي سيبينو تاي من كان لسعنا دا أشاعر وحمودين أنك واحد قد بي إلهي مهل لك عند الأشاعر إلهي مهل لك فيقول فيقول الله فقال العبد وطمرتين دور دير دور دير مصمرتين هل بيج كبضا دور دوام حي وفالس دور فالس أول يا عند الأشاعر دوام إيه أمشي داي بس بري أقول يا هذا لها قوي وحك عبا يزنين انت أحلى قلب حولي يا وذاتك حولي وفالس وش هيا ذا نبرها نور بوح خيام يقطع يمر يساي وحاصل وحبه كما إله مهلك سبحانه وتعالى أبطلة أشعر إله مهلك رو شوق ولا كلمة إله كما صوب عكرت وكتابه القرآن كذا خرستاني على الكواجع فاتحه قبل برمناس كلنا بعض إله يكون مهل هذا الإله ما حروف إله ما ألفاظ إله ما هي أما جبريل بكسي داي هو ألفاظ وادي جبريل وهي أما الرسول كسي داي أما هو ذا أبا أنت ألفاظ اللي هو أبو ري يحصو قاضي سطر لايك جبريل بس وقفتي ليش بيدين دارها يا أنا شغل كل هاي أشاعرين كسرى وحبك ما جلو حاد ونا جاء النبي كشكي يضوض أضون كي الله رحم برتي قيامه بدن إيمانك كا يكرد هاي وعقول إيه لا صعب ولا جود بل جوتين جاي يعني هوس ما كلود هذا قربان كهلي أشاعرها دي مذهب كذا الله دبعيه بمعنى محنو جدا وح كذا الله يلا لازم يو هي
قال لي ما واوين بك لازميس قال لي ما واوين بك لازمي احد كان هل لي كريني احد كان لك قيمه بدنا اكتين مكان الدنيا ذوقتا نقائص بإله كنت الماميه ما حد تنسيها نقصي يا عيب يا غلعان برب قيزنيا مركي الهي ادون قيس ابراهيم اها يا ابي دود احمر تو سوغوري مخا ابراهيم ابي كيري لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا سورة الأنبياء دي بقول نخو يطاهم حال ليلي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أحد كأن هل لين الإله أبتس وكعين ياي أصنام تمك اللي إذين هي عقل حمادي عربي يا قريش مع كوم حلو بقول وروح عن هل لين وكسر دور جيدة تقدر ما حد ينتبه دقي الله الله يا إلهي ما الله عند الأشاعرة صنم كسر دور إلهي واسكم مد حق هذا الله أنت إلهي نوه الله ما أوده سو صنم كسر وأودين ينوه الله مرك إسك إلهي هم ودون هول سهلا رم علم حد بداري سبق بيكو قشا بدعة كدرن ويكو دومن مرك الدين بعد مود أيده بعض ولا لعي كده عنو طبش كو هيد عنو طبش توام الحديث القطف في دين عنو طبش تا واتقول شرحي عبتا إسك إلهي إلهي كبت بادي